مساء الخير أبنائنا طلبة الصف الثالث الإعدادي، بنجدد لقائنا ونرحب بكم في الفصل الدراسي الجديد ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. والنهاردة بإذن الله هنبدأ في درس النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. الدرس ده هو أول درس موجود معايا في حساب المثلثات، لأن السنة دي أنتوا التقسيمة بتاعتكم مش بتبقى جبر وهندسة، لا ده بتبقى جبر، وفي عندنا الوحدة حساب مثلثات اللي فيها الدرس الأولاني النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتعرف إزاي نستخدم الآلة الحاسبة عشان نحول من القياس الستيني للدرجات، وكمان هنجيب النسب المثلثية للزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية. طيب أول حاجة إحنا عارفين قبل كده إن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة، يعني زي ما أنا موجود عندي هنا في أربع زوايا، الأربع زوايا دول متجمعين حوالين نقطة واو، فمجموع قياسات الأربع زوايا اللي عندي أو أيا كان عددهم هيكون 360 درجة، ودي معلومة إحنا عارفينها من أيام ما كنا في أولى إعدادي، وكمان كنا عارفين إن الواحد درجة بتساوي 60 دقيقة، والدرجة بنعمل فوقيها اللي هي العلامة الصغيرة اللي عاملة زي الخمسة، والدقيقة بنعمل شرط، وكمان الدقيقة ممكن تتفك وبتبقى معايا 60 ثانية، الدقيقة بتبقى شرطة واحدة لكن 60 ثانية بيتحط عليها شرطتين. دي كلها معلومات قديمة احنا خدناها من لما كنا في أولى إعدادي. طيب هنعرف إيه النهاردة؟ النهاردة هنبدأ نتعلم إزاي نستخدم الآلة الحاسبة ونقدر نحول. هنا السؤال بيقول لنا إيه؟ أكتب كل من الزوايا الآتية بالدرجات، يعني أنا هنا جايب الزاوية بالدرجات والدقايق أو بالدرجات والدقايق والثواني، وده بنسميه القياس الستيني، ده بنسميه القياس الستيني. طب ليه سميناه قياس ستيني؟ لأن الدرجة بتتقسم لستين دقيقة والدقيقة بتتقسم لستين ثانية، فبتبقى كلها ستينات، عشان كده بنسميه قياس الستيني. لكن القياس اللي هو احنا بنشتغل بيه الدارج اللي على طول، احنا بنشتغل بالدرجات فقط. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا هديلك شوية زوايا، هنبدأ نحول الزوايا دي من القياس الستيني للدرجات. طيب انا عندي الزاوية هنا 76 درجة و16 دقيقة. طيب نبدأ نشتغل ازاي 76 درجة و16 دقيقة؟ هنبدأ نستخدم الآلة الحاسبة العلمية، وانتبهوا معايا ازاي نستخدمها. أول حاجة الـ 76 درجة هنكتب السبعة والستة، وبعدين هندوس على الكومة. أنا جايب مؤشر الماوس عندي هنا على الكومة. الكومة بعد ما بندوس على الكومة نرجع تاني ونكتب واحد ستة زي ما موجودة عندي، وبعدين أبدأ أدوس كومة. طيب وبعد كده أعمل إيه يا مستر؟ بعد كده أدوس على علامة يساوي. طيب إيه اللي هيظهر؟ هتظهر نفس الكلام اللي موجود عندي اللي هي 76 درجة و16 دقيقة، هتظهر عندي على الشاشة، هتظهر عندي على الشاشة. طب أنا عايز أحولها للدرجات، هدوس على الكومة مرة أخيرة، يبقى أقولها تاني باختصار، هدوس على 7 6 وأدوس كومة، وبعدين 1 6 كومة، وبعدين أدوس على علامة يساوي ما تنساش، فهتحول تكتب لي الشكل اللي موجود قدامي اللي هي 76 درجة و16 دقيقة، أدوس مرة أخيرة بعد ما دوست على علامة يساوي، أدوس على الكومة، بتتحول معايا وتطلع لي 76 درجة و26 دقيقة بالدرجات فقط لا غير. نفس الكلام هنبدأ نشوف به، برضو هنمشي بنفس الخطوات، عايز كل واحد كده يطلع الآلة الحاسبة ويبدأ هو يحل. يلا مع بعض، دي 45 درجة و3 دقايق و56 ثانية، 45 درجة و3 دقايق و56 ثانية، هنكتبها إزاي يا مستر؟ هنعمل 4 5 وندوس كومة، وبعدين 3 وندوس كومة، وبعدين 5 6 وندوس كومة، وبعدين ادوس على علامة يساوي، تمام؟ فهيكتب لي الزاوية اللي موجودة عندي على الآلة الحاسبة. طيب احولها لدرجات ازاي؟ بتدوس مرة واحدة بس على الكومة، فبتتحول وتظهر معايا الإجابة اللي هي 45 درجة و65 من 1000، يبقى انا كده حولتها من التقدير الستيني إلى التقدير بالدرجات فقط. مسألة رقم جيم 36 درجة و11 دقيقة و5 ثواني. طيب نبدأ نحلها ازاي يا مستر؟ بنفس الطريقة، هنفتح الآلة الحاسبة اللي عندي. أيوه الناس بتسابقني وبتكتب الإجابات أهو. هنعمل الـ 36 وندوس على الكومة، وهنكتب الـ 11 وندوس كومة، ونكتب الـ 5 وندوس الكومة، وبعدين تدوس على علامة يساوي ما تنسوش، فهيظهر نفس الزاوية عندكم على شاشة
الآلة الحاسبة، هتدوسوا مرة أخيرة على الشاشة هتظهر معايا 36 و18 دقيقة، 36 و18 دقيقة. طيب تعالوا ناخد تمرين كمان. بيقول لي باستخدام الآلة الحاسبة اكتب كل من الزوايا الآتية بالتقدير الستيني. دلوقتي هنبدأ نكتب بالتقدير الستيني، هو هيديني الزاوية بالدرجات وأنا هحولها بالتقدير الستيني. طيب نعملها ازاي يا مستر؟ لا دي طريقة سهلة وبسيطة خالص. هنكتب ال 45، أنا عندي 45 ونص درجة. هنكتب ال 45 ونص درجة عندي على الآلة الحاسبة، تمام؟ وندوس على كوم على طول. هتتحول معايا وتظهر على الشاشة عندي 45 درجة و30 دقيقة. 45 درجة وإيه؟ و30 دقيقة، دي سهلة خالص. طيب يلا مسألة كمان، 73 و6 من 10 درجة، هنعملها إزاي يا مستر؟ تكتبوها على الآلة الحاسبة عادي خالص، أيوه، وندوس على الكومة، هتبقى 73 و36 دقيقة، 73 درجة و36 دقيقة. هاخد مسألة كمان، 89 و23% درجة، 89 و23%، نكتبها على طول 29 و23 وندوس على الكومة، هتحول معايا للتقدير الستيني 89 درجة و11 دقيقة و48 ثانية. طيب تعالوا ندخل بعدين على عنوان الدرس النهاردة اللي هو النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. يعني إيه نسب مثلثية أساسية للزاوية الحادة؟ إحنا هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها جيب الزاوية، واختصارها جا. جت منين حرفين الجا دول؟ باخد أول حرف من كلمة جيب والزاوية أولها حرف الألف، يبقى كده أخدت أول حرف من هنا وأول حرف من هنا يبقى جا. بالإنجليزي هتلاقوها على الآلة الحاسبة اسمها ساين، وده اختصارها موجود على الآلة الحاسبة هتلاقوها اسمها ساين، ده اللي هي جيب الزاوية، ده اللي هو جيب الزاوية. طب جيب الزاوية ده عبارة عن إيه يا مستر؟ لو أنا اتكلمت عن زاوية جيم مثلا، علمت على زاوية جيم عندي، وبدأنا نقول يعني إيه جيب الزاوية؟ جيب الزاوية هو له القاعدة دي اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو المقابل على الوتر. طب جت منين الحاجات دي؟ أقول لكم جت منين. أول حاجة أنا شغال النسب المثلثية الأساسية دي للزاوية الحادة، بس إحنا بنتكلم عن الزاوية الحادة الموجودة بداخل المثلث القائم الزاوية. أقولها تاني، النسب المثلثية الأساسية اللي إحنا بنتكلم عنها تختص بالزوايا الحادة اللي موجودة جوه المثلث القائم الزاوية. طيب أنا عندي هنا المثلث أ ب ج، مثلث أ ب ج الزاوية القائمة اللي موجودة عندي، أو هو هنا قائم الزاوية في ب. طيب أنا هحسب النسب دي لأنه زاوية يا مستر؟ هحسبهم لزاوية ج، عشان كده أنا هنا عملت علامة باللون الأحمر على زاوية ج، تمام؟ اهي بدقل لكم عليها عشان تبقى واضحه. طيب لما نيجي نتكلم عن زاويه ج، اول حاجه ببص المثلث ده قائم الزاويه. احنا عارفين ان لما يكون المثلث قائم الزاويه الضلع اللي في وش الزاويه القائمه اسمه الوتر، كويس؟ طيب وبعدين انا عندي زاويه ج، عايزين نشوف الضلع المقابل ليها. يعني ايه المقابل ليها؟ يعني كده بالبلدي الضلع اللي في وشها، بس باللغه العربيه احنا بنقول المقابل. طيب ادي زاويه ج، مين الضلع المقابل ليها يعني اللي في وشها على طول؟ هو الالف ب. طب مين الضلع المجاور؟ الضلع المجاور هنا هلاقي واحد يقول لي الف ج، لا الالف ج ده وتر احنا ما نجيش جنبه. مين الضلع المجاور؟ هو الضلع القائمه اللي هو ال ب ج. ما حدش يقول على الوتر ضلع مجاور، تمام؟ يبقى انا عندي الزاويه القائمه الضلع اللي في وش الزاويه القائمه على طول اسمه وتر، ما تسموش غير كده، هو اسمه وتر، ما تغيرش الاسم بتاعه. أنا لما بتكلم عن زاوية جيم المقابل ليها هو الألف ب فبسميه مقابل، والمجاور ليها هو الضلع ب جيم بكتب عليه المجاور. طيب جيب الزاوية ده بنسميه جا أو الساين، فجا جيم عندي هو عبارة عن نسبة، إحنا بنتكلم هنا عن النسب المثلثية. يعني إيه نسبة؟ يعني في رقم فوق ورقم تحت. طب إيه الرقم اللي فوق؟ الرقم اللي فوق اسمه المقابل. مين المقابل ده؟ اللي هو عندي في الوضع بتاعي هنا هو عبارة عن الضلع ألف ب، هو عبارة عن الضلع مين؟ عبارة عن الضلع ألف ب. طيب والوتر هنا مين؟ الوتر احنا قلنا هو الألف ج، يبقى المقابل هو عبارة عن طول الضلع ألف ب، والوتر هو عبارة عن طول الضلع ألف ج. ده يعبر عن جيب الزاوية أو جاء الزاوية. طب بنتكلم عن نسبة تانية اسمها جيب تمام الزاوية. اسمها ايه؟ جيب تمام الزاوية. لو خدنا أول كل حرف من كل كلمة يبقى اسمها الجيم وادي الت وادي الألف، يبقى جتا، يبقى إيه؟ جتا. الكلام على مين هنا؟ الكلام على زاوية جيم.
طيب جاتا دي يا مستر احنا بنسميها بالانجليزي ايه؟ بنسميها كوزين. هتلاقوها موجود على الاله الحاسبه عندكم كوزين. يبقى قلنا من شويه ان الجا اسمها ساين والجاتا اسمها كوزين. طيب الجاتا بالنسبه لزاويه جيم عندي هنا بتساوي يا مستر؟ جاتا جيم هتساوي المجاور على الوتر، والنسب دي يا شباب لازم نحفظها. يبقى جاتا جيم هتساوي المجاور على الوتر، وانا كاتب لكم على كل ضلع هنا اسمه، فهنا المجاور على الوتر. مين المجاور؟ المجاور هو عباره عن طول الضلع ب ج، والوتر هو عباره عن طول الضلع ا ج. طيب اخر حاجه بنتكلم عن حاجه اسمها ظل الزاويه. ظل الزاويه اولها هنا الظ والالف، يبقى ظ. ظ بالانجليزي اسمها تان. ظ هي التان. طيب ظل الزاويه النسبه بتاعته ايه يا مستر؟ ظ ج لما يكون الكلام على زاويه ج هو عبارة عن المقابل على المجاور. المقابل على المجاور. طيب حد لاحظ في فرق ما بين النسب الموجودة عندي؟ أيوة الناس بتفكر معايا أهو. بالنسبة للجا والجتا كان المقام عندي هنا الوتر. يبقى بالنسبة للجا كان البسط مقابل والمقام وتر. وجيب التمام كان البسط مجاور وكان المقام وتر. يعني في الحالتين هنا كان المقام وتر. لكن في حالة ظا الزاوية جيم كان البسط مقابل والمقام مجاور. طيب عايزين أمثلة عشان نبدأ نثبت الموضوع ده. هنا بالنسبة للظا المقابل هنا كان طول الألف ب، والمجاور طبعا هو الب ج. طيب ناخد تمرين. لو أنا هنا طبقت على طول قلت جاء الجيم، تمام نظل للجيم، آدي الجيم جاء جيم. جاء جيم هنا يا مستر هتساوي إيه؟ جاء الجيم قلنا بتساوي المقابل على الوتر. طيب في الوضع بتاعي هنا المقابل هو الالف ب والوتر الف ج، المقابل طوله 3 سم والوتر بكام؟ ب 5 سم. جتا الجيم يا مستر، جتا قلنا ايه؟ المجاور على الوتر. طيب المجاور هنا اللي هو الب ج طوله كام من على الرسم؟ ايوه 4 سم. طب والوتر كام يا مستر؟ 5. يبقى النسبه اللي عندي هي 4 على 5. طب والظا؟ ظا ج قلنا مقابل على مجاور. المقابل اللي هو اسمه ألف ب والمجاور اسمه ب ج، المقابل طوله 3 سم والمجاور طوله 4 سم، يبقى هتساوي 3 على 4. طيب ممكن زي ما احنا جبنا النسب لزاوية ج اللي هي الجا والجتا والظا نجيبها لحد تاني؟ ممكن نجيبها لحد تاني. زي مين يا مستر عندي؟ الزاوية الحادة التانية اللي موجودة عندي هنا هي زاوية ألف. هي زاوية مين؟ ألف. أنا همسح العلامة اللي موجودة على الجيم وهنبدأ نظلل على زاوية ألف. طيب أول حاجة إحنا هنقول جاء الألف. جاء الألف لما يكون الكلام هنا على الألف هيبقى المقابل ليها يعني اللي في وشها هو الضلع ب ج، تمام؟ طبعا اللي في وش زاوية ب هو الألف ج، فده وتر. ممكن نكتب عليه عشان أهو وتر. وفي الوضع بتاعي هنا لما بحسب لزاوية ألف هيكون الب ج هو المقابل، والمجاور يعني هو الضلع اللي بيكون مجاور للزاوية، تمام؟ هو اللي لازق فيها على طول، لكن اللي بعيد عنها أو في وشها هو عبارة عن الضلع. في الحالة بتاعتي هنا هو الضلع ب ج. طيب كتبت على كل ضلع اسمه. الألف هي مين يا مستر؟ الألف المقابل بتاعها الب ج، والوتر هو الألف ج. طيب هتبقى كام يا مستر؟ الجا هتبقى عندي 4 على 5. هنا دي مش مظبوطة، هتبقى 4 على 5، تمام؟ طيب لو جبنا جتا الألف، جتا الألف هتساوي يا مستر؟ جتا الألف هتساوي الألف ب على الألف ج، اللي هم مين يا مستر؟ اللي هم 3 على 5. جتا الألف ألف ب، ألف ب بكام؟ ألف ب طولها 3 سم، والألف ج بكام؟ ب 5 سم. طيب آخر حاجة الظا، ظا ألف يا مستر هتساوي المقابل على المجاور. المقابل هنا هو الب ج والمجاور هو هنا الب ألف، فهتبقى 4 على 3. طيب تعالوا نبص كده ونبدأ نقارن ما بين الإجابات اللي موجودة عندي. نقارن من ناحية يا مستر؟ نقارن من ناحية الأرقام. هل في أرقام شبه بعض؟ هل في أرقام متشابهة؟ أو في أرقام متكررة عندي مثلا؟ ولا هيبقى الدنيا إيه؟ لو بصينا كده هنلاحظ عندي ان في ارقام طالعه هنا، يعني اللي احنا لو بصينا هنلاحظ ان جا ج هنا عباره عن 3 اخماس، صح؟ وجتا الالف هي برضو عباره عن 3 اخماس، تمام؟
ايه تاني لاحظناه؟ جتا الجيم عندي هنا كانت، نعملها بلون مختلف، جتا الجيم كانت عندي هنا عبارة عن 4 أخماس أو 4 على 5، وكانت جاء الألف هنا عبارة عن 4 على 5. طيب الكلام ده ظهر صدفة ولا الكلام ده له قانون؟ الناس بتقول لي أكيد له قانون. تمام، كلامكم مظبوط. طيب إيه القانون بتاعها؟ تعالوا نبص كده مع بعض. المثلث اللي أنا شغال فيه هنا هو مثلث إيه؟ قائم الزاوية. قائم فين يا مستر؟ المثلث قائم الزاوية عندي فيه ب. طيب إيه العلاقة ما بين زاوية ألف وزاوية جيم؟ دول زاويتين جوه المثلث. مجموع قياسات زوايا المثلث هم 180 درجة. طب لما تكون أحد هذه الزوايا ب90، يبقى مجموع الزاويتين الأخريين بكام؟ برضه مجموعهم هيكون 90. يعني معنى كده إن قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية جيم هيساوي 90 درجة. في حالة لو كان في عندي زاويتين مجموعهم 90، هيبقى جا أحدهما هيساوي جتا الأخرى. أقولها تاني، هيكون جا أحد الزاويتين هيساوي جتا الزاوية الأخرى. يعني هنا جاء الجيم ب3 أخماس، تمام، هيساوي جتا الألف أهي 3 على 5. يبقى تاني، لما يكون في زاويتين مجموعهم 90 درجة، هيكون جتا أحد الزاويتين مساوي لجتا المتممة بتاعتها. كده أعتقد هتحفظوه أسهل. تاني، لما يكون عندي في زاويتين متتامتين أو زاويتين مجموعهم 90 درجة، هيكون جتا الزاوية الأولى هيساوي جتا متممتها. لو جتا الزاوية الأولى مثلا 3 أخماس، يبقى أوتوماتيك كده جتا متممتها هيكون أيضا 3 أخماس. تعالوا نشوف الجتا جيم هنا مثلا أهي 4 على 5، وجاء الألف اللي هي المتممة بتاعتها هتكون 4 على 5. خلي بالكم، واحدة بتكون جا والتانية جتا، مش الاتنين جا أو الاتنين جتا، لا، الأولانية جا الزاوية والأخرى جتا متممتها. جتا إيه؟ متممتها. طيب تعالوا نكتب الملحوظة دي، بيقول لي إذا كان قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة، فإن جا الألف هيساوي جتا ب. جا الألف هيساوي إيه؟ جتا ب، ده بالنسبة لزاويتين متتامتين، وجتا الألف هتساوي جا ب. إحنا حفظناها خلاص يا مستر، شطار يا ولاد. تمام، المسألة دي بتجيني في الامتحانات كتير، وبتجيني في الإثباتات، وطريقتها بسيطة وسهلة وحلوة خالص. طيب تعالوا نحل مع بعض. أكمل، إذا كان عندي جا 30 والزاويتين مجموعهم 90 درجة، لو كان جا 30 هتساوي مين يا مستر؟ جا 30 هتساوي جتا متممتها. متممتها هحسبها إزاي؟ هقول 90 ناقص 30 هتطلع لي 60 درجة زي ما إحنا كتبنا. طيب لو كان عندي جتا ال 25 هتبقى الجا بتاعتها كام؟ جا المتممة يا مستر الشطار، جا المتممة، يبقى هطرحها من كام؟ هطرحها من 90 درجة. طيب 90 ناقص ال 25 هتظهر معايا ب 65 درجة. برافو عليكم، حلوين خالص. تعالوا ناخد تمرين مع بعض. في الشكل اللي موجود عندي هنا بيقول لي المثلث أ ب ج فيه قياس زاوية أ بتساوي 90 درجة، أ ب ب 15، وأ ج عندي هنا ب 20 سنتي. اثبت أن جتا ج جتا ب ناقص جاء الج جاء ب بيساوي صفر. عايز أثبت المعادلة أو المطابقة دي، نثبتها إزاي يا مستر؟ تعالوا نكتب الحل مع بعض. اللي مطلوب ده لازم أول حاجة أبدأ، هو هنا قال لي الضلعين، قال لي الألف ب ب 15 سنتي، وقال لي الألف ج ب 20 سنتي. هبدأ أحسب وأجيب من نظرية فيثاغورس طول الوتر اللي عندي. طول الوتر بيساوي يا مستر، أنا عندي طول ال ب ج يا مستر هيساوي، أول حاجة لازم أحسب عندي ال ب ج، هو هنا مش مديني الوتر، فال ب ج هو عبارة عن جذر مربعي الضلعين اللي هم ضلعي القائمة، فهتبقى جذر ال 15 تربيع، ده ضلع القائمة الأولاني، زائد ضلع القائمة الثاني كام يا مستر عندي؟ ضلع القائمة الثاني هو 20 سنتي. تمام؟ أحطهم جوه أقواس وأكتبهم على الآلة الحاسبة، وضغطة واحدة هتطلع معايا طول ال ب ج بتساوي 25 سنتي. اكتب ال 25 سنتي عندي على الرسم وابدا اكمل الحل بتاعي. طيب بعدين محتاج اجيب جتا الجيم، محتاج اجيب مين؟ جتا الجيم. نجيب ازاي جتا الجيم يا ولاد؟ جتا الجيم هنا ادي، اعلم على الجيم، ده مثلث قائم الزاويه. مين الضلع اللي قلنا اللي في وش الزاويه القائمه بنسميه ايه؟ بنسميه وتر. يبقى عندي هنا ال ب ج وتر. طيب الكلام على زاويه ج، الكلام على مين؟ زاوية ج. طيب زاوية ج يا مستر مين المقابل ليها؟ الضلع ده نكتب عليه مقابل. طيب ومين الوتر؟ الوتر عندي هو الألف ج. طيب هو هنا بيقول جتا،
جتا جيم، جتا جيم يعني يا مستر؟ جتا جيم المجاور، جتا جيم، جتا جيم بكام عندي يا مستر؟ جتا جيم هي عبارة عن المجاور على الوتر. طب المجاور هنا طوله كام؟ المجاور هنا طوله 20 سنتي، يبقى هنبدأ نكتب يا مستر المجاور اللي عندي هو 20 على 25، تمام. طيب وجتا الب، جتا الب هنا ايه العلاقة يا ولاد ما بين الاثنين؟ لما نيجي نتكلم عن الب فهتبدأ العملية هتبقى مختلفة. ازاي يعني يا مستر مختلفة؟ تعالوا نكتبها بلون تاني. لو انا اتكلمت عن الب، ادي زاوية ب، فالوتر هيبقى هو نفسه، لكن المجاور هنا بالنسبة لب نكتبه بنفس لون الزاوية اللي هو اللون الأخضر، هيبقى هنا يعتبر مقابل وهنا يعتبر مجاور. ونبدأ نشتغل على الأساس ده. طب هو هنا كاتب إيه يا مستر؟ هو هنا كاتب جتا الب، جتا الب آدي زاوية الب، يبقى المجاور على الوتر يعني ال 15 على كام؟ 15 على 25. نكتب ناقص، نكتب الناقص. طيب ناقص مين يا مستر؟ جا جيم. فين الجا جيم اللي عندي؟ جا جيم يعني المقابل على الوتر، يبقى ال 15 على ال 25، ادي ال 15 على 25 نضربها في جا الب، جا الب يعني المقابل على الوتر اللي هي 20 على 25. زي ما انتم شايفين نفس الارقام اللي موجوده هنا هي نفس الارقام اللي موجوده هنا. لو حابين تدخلوها على الاله الحاسبه زي ما هي ممكن نكتبها على الاله الحاسبه زي ما هي، هتطلع معايا بصفر. او لو انتوا حابين تختصروها ونحسبها مع بعض سهل جدا. الاربعة على خمسة عندي بكام؟ لو احنا اختصرنا الاربعة على خمسة تطلع بكام يا ولاد؟ العشرين على خمسة وعشرين هتطلع معايا كام؟ اربعة على خمسة، تمام. في الخمستاشر على خمسة وعشرين هتبقى تلاتة على الخمسة، نفس الكلام عندي هنا، تلاتة على الخمسة مضروبة في اربعة على خمسة، 3 في 4 هتبقى 12 على 25، وهنا 12 على 25 يعني 12 على 25 ناقص 12 على 25 هتساوي الصفر، وهتساوي معايا كده الطرف الايسر، وكده انا حليت المساله اللي هو عايزها. مساله جميله وسهله وبتجيني كتير في الامتحانات. اخد تمرين كمان. بيقول اذا كانت النسبه بين قياسي زاويتين متتامتين 3 الى 5 فاوجد مقدار كل منهما بالقياس الستيني. هو مديني النسبة بين زاويتين متتامتين، وقلنا متتامتين معناها ايه مستر؟ ايوه لسه قايلينها من شوية كذا مرة، معناها ان الزاويتين مجموعهم 90 درجة. طيب هنبدأ نحلها بنسب زي النسب كنا بنحلها في الابتدائي، ازاي يعني؟ طريقة بسيطة وسهلة، هنكتب كده هما زاويتين، اكتب الزاوية الأولى إلى الثانية إلى المجموع. ليه كتبت هنا المجموع؟ لأن قال لي هنا إن الزاويتين متتامتين. لما أتكلم إن هما متتامتين يبقى في الحالة دي هيعمل إيه؟ هيجمعهم. لان متتامتين يعني ال 90 ده مجموع الزاويتين. طيب النسبه عندي الزاويه الاولى هي 3 والزاويه الثانيه 5، والخط ده احنا اتعلمنا قبل كده اسمه خط النسبه، فلازم المجموع ده يبقى مجموع النسبتين اللي عندي، ما ينفعش احط عدد فعلي في خط النسبه. ف 3 و 5 8، لكن اقدر احط ال 90 في الخط الثاني. احطها فين يا مستر؟ ال 90 هي عباره عن المجموع الفعلي للزاويتين، يبقى احطها تحت كلمه المجموع. طيب وبعدين ابدا احسب قياس الزاويه الاولى، ابدا اعمل مقص بين الزاويه الاولى وبين المجموع. طيب انا بدور على الزاويه الاولى، الزاويه الاولى مضروبه في مين يا مستر؟ في 8، يبقى ال 8 دي هتبقى في المقام، والبسط هكتب ايه يا مستر؟ هكتب ال 90 في ال 3. يبقى 90 في 3 على 8 بالآلة الحاسبة هيطلع لي بناتج، هتدوس على الكومة هتحوله لإيه؟ هتحوله بالتقدير الستيني. ليه؟ لأن هو في رأس السؤال هنا بيقول لي إيه؟ أوجد مقدار كل منهما بالتقدير الستيني. يبقى لما تكتبها 33 والكسر اللي موجود هتبقى إجابتك ناقصة، فمش هتاخد درجتك كاملة. لكن هو هنا طلب مني إيه؟ طلب مني بالتقدير الستيني، فانتبه قوي لرأس السؤال هو عايز إيه. يبقى تاني هقولها تاني عشان الناس ما خدتش بالها، هعمل المقص اللي بدور عليها الزاوية الأولى مضروبة في الثمانية، الرقم اللي مضروب فيه المجهول بحطه في المقام، والبسط بكتب التسعين في ثلاثة بعملها بالآلة الحاسبة هيطلع لي الناتج. بعد ما يطلع الناتج هتدوس على كومة عشان تحوله للتقدير الستيني، هيطلع معايا 33 درجة و45 دقيقة. طيب هنجيب القياس الزاوية الثانية، قياس الزاوية الثانية هيبقى عندي هنعمل المقص ما بين الخمس في التسعين
والثمانية في الزاوية المجهولة، يعني الزاوية المجهولة اللي هي الثانية هتبقى مضروبة في مين يا مستر؟ في الثمانية، يبقى الثمانية هتبقى في المقام، والبسطة حاضرة بالتسعين في الخمسة، يبقى زي ما هي مكتوبة تسعين في خمسة على الثمانية، هدخلها على الآلة الحاسبة، بعد ما أكتبهم أكتب يساوي، بعد ما تظهر علامة يساوي هتطلع لي الزاوية بالدرجات فقط، هتدوس على الكومة وتحولها للتقدير الستيني، فهتطلع معايا 56 درجة و15 دقيقة. لو انت عايز تعمل خطوة ليك زيادة وتحقق هل اجابتك صح ولا لا، هو هنا كان بيتكلم ان هما زاويتين متتامتين، اكتب الزاويتين على الآلة الحاسبة واجمعهم، لو طلع لك 90 يبقى اكيد انت كده هتبقى متأكد جدا ان انت حليت اجابة صحيحة، وتبقى طالع من الامتحان انت متأكد ان اجابتك مظبوط. اخد تمرين اخير، يقول إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث، هنا بيتكلم على إيه؟ عن مثلث، بيتكلم عن مين؟ عن مثلث، كنسبة 3 إلى 4 إلى 7، فأوجد القياس الستيني لكل زاوية من زواياه. يبقى تاني، إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث كنسبة 3 إلى 4 إلى 7، فأوجد القياس الستيني لكل زاوية من زواياه. هو هنا ما قاليش ايه العلاقة ما بين الثلاث زوايا، لا هو قال لي متتمتين ولا متكاملتين ولا أي حاجة. طيب بس اداني مفتاح، حد أخد لباله من المفتاح اللي عندي هنا؟ قال لي زوايا إيه؟ زوايا مثلث، هو ده المفتاح. أنا بعمل عليه دايرة بالأحمر. هو ده مفتاح الحل بالنسبة لي. ليه يا مستر مفتاح الحل؟ لأني أنا عارف إن أي مثلث في الدنيا له ثلاث زوايا، وهو كاتب لي ثلاث نسب. لكن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث اللي هم ثلاثة اللي عندي هيبقوا كام يا مستر؟ هيبقى 180 درجة. هو ده مفتاح الحل بالنسبة لي. يعني هتعمل ايه يا مستر؟ هحلها زي المسألة اللي فاتت، هكتب الزاوية الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى المجموع، وهكتب النسب اللي عندي اللي هو مديهم لي 3 و4 و7، وخط ده خط النسبة، فهجمع الثلاث نسب 3 و4 7 و7، يبقى المجموع 14. وفي الخط الفعلي أبدأ أكتب مين؟ أكتب ال 180، أكتب مين؟ اكتب ال 180 تحت المجموع، 180 تحت مين؟ تحت المجموع، وابدا بعدين احسب قياسات الزوايا. لما اجي احسب الزاويه الاولى، تعالوا نحسبها مع بعض، الزاويه الاولى قياس الزاويه الاولى هتساوي ايه يا مستر؟ الزاويه الاولى، الزاويه الاولى هنبدا نعمل مقص زي اللي احنا عملناه في المساله اللي فاتت بالظبط، تعالوا نحلها مع بعض. ادي المقص اللي عندي، وايه وكده انا بدور عن الزاويه الاولى. طيب الزاوية الأولى عندي هنا مضروبة في كام؟ مضروبة في 14، يبقى أكتب ال 14 عندي في المقام، أكتب ال 14 فين؟ أكتب ال 14 عندي في المقام. طب وفي البسط؟ في البسط هكتب ال 180 مضروبة في كام يا مستر؟ ال 180 مضروبة في التلاتة. بعد ما أضرب ال 180 في تلاتة أبدأ أدخلها على الآلة الحاسبة اللي عندي ونبدأ نحسبها مع بعض. هعمل بسط ومقام في الآلة الحاسبة واكتب ال 180 في 3، وانزل في المقام عندي اكتب ال 14 واقول يساوي. تمام، الرقم اللي هيطلع عندي هيطلع رقم 20، وده يعبر عن الزاوية. طيب انا عايز يا مستر احوله لرقم 60 بالقياس ال 60. تمام، هدوس على الكومة زي ما احنا قلنا، هتطلع معايا 38 درجة وعليها الدايرة الصغيرة، وبعدين 34 دقيقة، وهيطلع معايا 17 ثانية، أكتب ال 17 ثانية وبكتب عليها الشرطتين. أنا كده ماشي معاكم بالتفصيل خالص، لو كل واحد ماسك الآلة الحاسبة ويشتغل معايا هيحل المسألة على طول. طيب أنا كده جبت الزاوية الأولى، لو عايز أجيب الزاوية الثانية يا مستر نعمل إيه؟ الزاوية الثانية هنبدأ نعمل مقص ما بين الأربعة وال 180، وهنا الزاوية الثانية مضروبة في ال 14. الزاوية الثانية مضروبة في ال 14، يبقى أحط ال 14 في المقام، وفي البسط أكتب ال 180 في ال 4، وإحنا حفظنا الطريقة خلاص. بعد ما بتكتبها تقول يساوي وتدوس على الكوما، هتطلع معايا 51 درجة و25 دقيقة و43 ثانية. الزاوية الثالثة بنفس الطريقة، هنعمل مقص ما بين ال 7 في ال 180 وال 14 في المجهول اللي عندي، هيبقى أحط ال 14 في المقام، والبسط هكتب 180 في 7 واقسم على ال 14 واقول يساوي، هتطلع معايا قيمه الزاويه 90 درجه على طول. احنا بكده نبقى خلصنا حصتنا النهارده، اتعرفنا النهارده في حصتنا يعني ايه نسب مثلثيه للزاويه الحاده،
وهي النسب تصل بالزاوية الحادة، لكن شغلنا بيكون بداخل المثلث القائم الزاوية. اتعرفنا ان الجاه بتساوي المقابل على الوتر، بالانجليزي اسمها ساين، وعرفنا الجتا هي عبارة عن المجاور على الوتر وبنسميها كوزاين، وظل الزاوية هو عبارة عن المقابل على المجاور وبنسميه تان الزاوية. وبدأنا نحسب بعض النسب للزوايا وعرفنا ازاي نحسب. بكده نكون خلصنا حصتنا النهاردة، نشوفكم على خير بإذن الله في حصة جديدة، ودمتم في رعاية الله.